يا شيخ، سمعت قبل مدة من أحد الشباب أنك أفتيت، ولا أعلم ما صحة هذا، أن بعدم جواز القتال ضد أمريكا حتى وإن كان يعني في أي يعني لا يجوز محاربة أمريكا في أراضي السعودية، فما صحة هذه الفتية؟ في الأراضي السعودية نعم، مين بده يحارب الأمريكان في الأراضي السعودية؟ العراق مثلا، إذا نشبت حرب بين العراق أنت عم تقول في الأراضي السورية السعودية السعودية، محاربة الأمريكان، نعم، شلون بده يصير محاربة الأمريكان؟ والآن في قوات أمريكية في أراضي الجزيرة. أفهم سؤالي، تفضل. أنت عارف سؤالك؟ نعم، شو هو؟ بلكي غلطان أنا بالفهم أو غلطان أنت باللفظ، شو عفوا، سؤالك؟ في قوات، نحن نعلم في قوات أمريكية داخل أراضي الجزيرة العربية، أي نعم، فلا يجوز مقاتلة هذه القوات. مين بده يقاتلنا يا أخي دون القوات؟ العراق، مين؟ ها؟ العراق العراق حتهجم على السعودية وتقاتل الأمريكان؟ لا، إذا الأمريكان هم اللي يهجموا على العراق. هلا تغير سؤالك الله يهديك. سبحان الله، انت عم تقول مقاتلة الامريكان في السعودية، ولذلك عم اسألك انا مين بده يقاتل الامريكان في السعودية، بينما اخيرا ظهر من كلامك انه الامريكان اذا بدهم يهاجموا العراق، وهيك لا بتقول؟ نعم، فالعراق راح تدافع اثبت عن على نفسها. شيء بقى حتى نعرف شو بدنا نجاوبك. هذا الأخير، الاخير، نعم، أنه قلت أنا ما بيجوز مقاتلة الأمريكان إذا هاجموا العراق، نعم، كذب وزور. جزاكم الله خير. نحن منقول هل بدهم يقاتلوا الأمريكان، لا تكونوا خياليين، هاي الأمريكان عندكم هون، عرفت وين الأمريكان؟ هون، ها، ما في يمكن 60 كيلو، ها، 60 كيلو، 60 70 كيلو، من هون، من أصل، عرفت هون؟ مين بده يقاتل الأمريكان؟ هون أقرب كثير. طب وين هذه كل أفكار خيالية نظرية، الغرض منها الوصول لشيء من باب الإشاعات اللي سأل عنها الأخ، أنه قيل أنه إذا العراق ما احتل الكويت كان الأمريكان بدهم يحتلوه. بدنا نحن نعالج الأمور الواقعة، من الذي يريد أن يقاتل الأمريكان؟ قل لي هلا أنت، سواء كان الصورة الأولى أو الأخرى، مين؟ العراق. العراق، ليش؟ ليش بده يقاتل الأمريكان؟ هلا أنت متصور أنه العراق بيهاجم الأمريكان في السعودية؟ كلا. إذا شلون بده يقاتل؟ ربما يعتدوا الأمريكان نفسهم على العراق. ربما يعتدوا. العراق يدافع عن نفسه. جميل جدا. الآن من قلك إلك، شو رأيك إذا الأمريكان هاجمت العراق؟ والعراق فيها مسلمين كثيرين طبعا. هل يجوز لهؤلاء العراقيين أن يقاتلوا الأمريكان وقد عزاهم الأمريكان في عقر دارهم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ بدافع عن أرضيهم، نعم. وأنا بقول معك هيك، وين صار بقى؟ وين طاح سؤالك؟ شو صار سؤالك أولا؟ وشو تحرر من هالمناقشة؟ إذا نفس الشعب السعودي يا شيخ، لحظة شوي، في نفس السؤال، لحظة لنفهم منه بعدين نخلي الدور لغيره. عن السؤال اني سمعت احد الشباب قال، ما تحكي لي شو سمعت، وما افت الاخبار الا رواتها. هلا شو سمعت؟ هلا شو سمعت؟ يجوز ان هذا باطل ان شاء يجوز الله. نعم، سمعت انه الكلام ان شاء الله انه يكون باطل وكذب. سمعت انه يجوز مقاتلة امريكان ولا لا؟ لا، من كلام الشيخ، من كلامك انت الان، ها، لا يجوز الا في حالة اذا الامريكان هم اعتدوا على العراق، فالعراقيين بدهم يدافعوا عن انفسهم. الله يهديك. يا أخي، في عنا قضية حكم شرعي وعنا قضية تتعلق بالإمكان والاستطاعة. فالأمريكان الآن في البلاد السعودية، من يستطيع أن يقاتل الأمريكان وهم في البلاد السعودية؟ من؟
ها؟ ما حد. هذا اللي عم تسأل عنه أنت يجوز ولا لا يجوز؟ نعم. عم تسأل عن شيء لا يمكن إذن؟ هو أنا سمعت هيك، أنا ما أنا بدي أتحقق من هذه الفتية. أنا معليش يا أخي، أنا ما عم ألومك، بس الأسئلة يجب أن تكون واقعية، وبالتالي يكون الجواب واقعي. فإذا كنت عم تسمع مني استنكار اسمه استفهام استنكاري، من الذي سيقاتل الأمريكان وهم في البلاد السعودية؟ يمكن؟ قلت لا. طيب شيء لا يمكن بترتب عليه حكم شرعي؟ نعم ما بترتب. فأنا بقول لك هذا السؤال غير وارد، وهذا انتهينا منه، لأنك أنت رجعت أخيرا تقول الأمريكان إذا هاجم العراق هذا ممكن، صح؟ وشو سمعت الجواب؟ أن... نعم أنه يجوز. أه؟ فإذا اللي سمعته خليه يتوخر من ذهنك وريح مخك منه، أن يعصمنا من الخطأ والسهو يا شيخ. ما هو دور